في كل مرة تحس نفسك طفشان، جرب تاكل الأشياء اللي تسعدك، الأرز بالدجاج أو أقول لك السمك. أو حتى الروبيان. بس يكون مع الأرز التايلندي. اللي ياخدك بعيد لجنة خضراء. تعتني بكل حبة لغاية ما توصل عندنا. عشان نستمتع بكل لقمة ويكون الأرز الأصل في أطباقنا. الأرز التايلندي هو الطعم اللي ما نستغني عنه.